بعد اخر المقطع وجهت يسار عكس المكان اللي احنا رايحين له. وجهت اسطبل بسلاسه وبانسيابيه راح بدل لا، فالمفروض رجعت لنفس المكان اللي احنا رايحين فيه في الاسطبل وما اندفع. عاده الخيل مدربه خطا لما توجه عكس الاسطبل يرفض يحرم يكل وقف خفف، واذا وجهت باتجاه الاسطبل وانت تركض حاول يزيد ويقمص وتفلت. فما تفلت ولا زاد واحنا راجعين، ولا حرم او كن او رفض واحنا رايحين عكس، انسيابيه في كل حالتين.